مساء الخير من أول وجديد. القصة الكاملة لضحية الوظيفة الوهمية مع قناتكم قناة الملكة والأمير. إن عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك بالقناة. القصة الكاملة لضحية الوظيفة الوهمية. والدة مينا موسى في براقك يا بني مات جزء مني أنا شخصيا. الكل يحزن. نعم، شيع أهالي محافظة المنيا جثمان الشاب مينا موسى الممرض الشاب الذي لقي مصرعه بطريقة وحشية على يد قاتلي بعد أن استدرجوه إلى القاهرة للعمل، حيث تم اختطافه وقتله وتقطيع جسده وإلقاء أعضاءه في ترعة إسماعيلية. بدأت القصة عندما تلقى مينا المعروف بأخلاقه الحميدة وحبه للخير عرضا مغريا للعمل في مجال التمريض المنزلي براتب مجزي في القاهرة. لم يتردد في قبول العرض بعد رؤيته للإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسافر إلى العاصمة متطلعا لبداية جديدة. ولكن مصيره كان قد كتب في كمين، نعم في كمين محكم، حيث أنه تم اختطافه. وكيف تم اختطافه؟ إنها القصة المؤلمة، إنها القصة المحزنة، قصة مينا موسى. نعم، إنه الألم والحزن. وكيف؟ نعم، مينا موسى الممرض الشاب الذي كان يتطلع للعمل، نعم ذهب إلى مصر للعمل في من أجل أن يكون أمل جديد في هذا العمل. ولكن القصة الكاملة التي شرحناها وسوف نقول، وترأس الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصار والإشمنيين اليوم الخميس صلوات الجناز على الشاب الراحل مينا موسى المعروف إعلاميا ممرض المنيا بكنيسة السيدة العذراء بقرية البياضية مسقط رأسه، بما اتشحت قرية البياضية التابعة لمركز منلوي بالسواد حزنا على ابن القرية الذي قتل في القاهرة بعد استدراجه بالدعوة توفير فرصة عمل. وارتدى عشرات الشمامسة من أبناء القرية ملابس الخدمة الشموسية على طريقة أسبوع الألام، مرتدين البطرشيل مقلوبا علامة الحزن. البطرشيل جزء من ملابس الخدمة الشموسية، يكون لونه في العادة أحمر أو أحمر مذهب ويبطن من الخلف باللون الأزرق الداكن. فيما تداول عدد من أصحاب حسابات السوشيال ميديا حق مينا لازم يرجع، حق مينا لازم يرجع على نطاق واسع على السوشيال ميديا، مطالبين بالقصاص من القتلة بعد تصريب تفاصيل الواقعة من قبل بعض متابعي القضية وأهل. وقال القس البروستانتي إبراهيم سعد عم المجني عليه أن مينا ابن شقيقه توجه للقاهرة قبل عدة أيام لاقتناص الفرصة التي صنعها باب أمل ومورد رزق. وبعد مبيت ليلة لدى أحد شقيقاته بالقاهرة، توجه المجني عليه صباح الأحد الماضي لمقابلة من تعرف عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأوهموه بتوفير فرصة العمل الحلم، ثم انقطعت الاتصالات به تماما. بينما قال الأب موسى سعد والد الضحية أن نجله حصل على دبلوم فني صناعي قسم كهرباء وأكمل تعليمه في مجال التمريض بأحد المعاهد الخاصة وعمل بمركز طبي خاص لدى طبيبة أطفال تملك حضانة، واكتسب خبرة وشهرة. متابعا إن أحد أصحاب ابنه ظن أنه حصل على فرصة عمل بالقاهرة في مجال التمريض المنزلي وحالت ظروفه الشخصية دون السفر وأقنعه باقتناص الفرصة بدلا منه. وتابع
توجه بالفعل للقاهرة، وبعد ترك حكيمة صبرا ومتعلقاته لدى شقيقته، توجه لاستلام العمل لدى من ادعوا انهم يعملون بدار المسنين. وفوجئت اسرته باغلاق هاتفه وانقطاع الاتصالات بالتليفون. ولكن فلنعرف القصة الكاملة، انها قصة القصة الكاملة مينا موسى، ونعرف ايه اللي حصل والقصة الكاملة. وبقى الحزن والبكاء، صراخ وبكاء واغماءات وتشييع جنازة مينا موسى ممرض المنيا. انها تفاصيل الكل يبحث عن يعرف ما هو السبب الحقيقي، ومن الواضح انه كلام حقيقي وكلام وليس به. الكل يبحث، ولكن الحقيقة أين هي لم يعرفوا حتى الآن. ولكن لابد أن نعرف أن الله موجود، أن الله موجود وسوف يرجع بحق مينا موسى. القصة الكاملة نعم حول مقتل هذا الشاب الذي كان يذهب من أجل لقمة العيش كما يقول. ولكن كنا بذلك والكل يبحث استدرجا بيقولوا القصة، تعالى ونشوف ايه اللي حصل. استدرجناه بوظيفة وهمية، نعم استدرجناه بوظيفة وهمية ننشر اعترافات المتهمين بقتل مينا موسى ممرض المنيا امام النيابة شمال القاهرة. أدلى المتهمين بقتل مينا موسى ممرض المنيا باعترافات تفصيلية عن ارتكاب الجريمة. وقال المتهم المدعو إبراهيم البالغ من العمر 41 عاما أنه في أحد الجلسات مع صديق المتهم الثاني تذكر الديون المتراكمة عليه بسبب قلة الأموال، واقترحت على صديقي خلال الجلسة استدراج أحد الأشخاص بحجة وظيفة وهمية تم احتجازه وطلب فدية من أسرته. وافق المتهم الثاني وقمنا بإنشاء صفحة وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقمنا بعمل إعلان عن طلب ممرض منزلي مقابل حصوله على راتب مغري في محافظة القاهرة، حيث أن المريض رجل مسن ويقيم مفرده. وتابع المتهم صباح اليوم التالي تواصل معنا المجني عليه مينا موسى وأخبرني أنه ممرض وخريج معهد تمريض ولدي خبرة كافية للعمل في هذه الوظيفة، فطلبت منه الحضور منه نحو محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن المجني عليه وصل بنفس اليوم وتحدث معي، فطلبت منه التقابل في منطقة الزاوية الحمراء. وأوضح عند وصول المتهم شعر بوجود أمر غريب فحاول الهرب، وحينها قمنا بالسيطرة عليه وتقييده لإرسال الصور إلى والده. لكن بعد ذلك شعرنا أن والده سوف يقوم بإبلاغ الشرطة، فقمنا بالتعدي عليه بالضرب باستخدام آلة حادة يسقط على الأرض غارقا في دمائه ويلقى مصرعه في الحال. قمت أحضرنا سكين وقمنا بتقطيع جسده أشلاء صغيرة، وأحضرنا أكياس بلاستيكية، وعقب ذلك تخلصنا من الجثة في أماكن متفرقة. والد ممرض هاتشن أشلاء ابني النهاردة ومش هسيب حقه لآخر يوم في عمري. وفي وقت سابق قال والد موسى ممرض المنيا ضحية القتل على يد عاطلين بعد استدراجه من مسقط رأسه، نعم مسقط رأسه في محافظة المنيا حتى محافظة القاهرة. إن الأسرة سوف تقوم بتشييع جنازة نجله اليوم الخميس في أحد كنائس مركز ملاوي بالمنيا. وأضاف بتصريح خاص هنتشن الاشلاء اللي عثرنا عليها، حيث اكد تحليل الدي ان ايه انها تخص ابني، مش هسيب حقه لاخر يوم في عمري. قتل ممرض المنيا. وفي وقت سابق كشف والد موسى مينا موسى ابني خريج معهد تمريض ويشهد له الجميع بالاحترام ودماؤه، وانه على خلق، وعقب تخرجه عمل كممرض في عدة اماكن ولم يتأخر يوما عن مساعدة مريض
فكان يذهب للتمريض المنزلي في أي مكان، عمره ما بص على فلوس حد، المهم عنده كان يساعد الناس. وقال كمان والد ممرض المنيا ضاق الحال زرعا خلال الأخيرة بمينا، وقرر البحث عن فرصة عمل خارج مركز منلوي ومحافظة المنيا، حتى وجد إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بطلب ممرض منزلي ليقرر التواصل معه. وهنا كانت نصب المتهمين خيوط الغدر بالمجني عليه. والد مينا يكشف تفاصيل المقتل، وأوضح والد مينا حمل مينا حقيبة سفر وتوجه إلى القاهرة طامحا في مستقبل مشرق، وجمع أموال تساعده على الحياة بالحلال، إلا أنه عقب وصوله اكتشف أنه تعرض لفخ نصب كبير، حيث قام المتهمين وهم شخصين باحتجازه وطلبوا فدية قدرها 150,000 جنيه، وبذلك خشينا من إبلاغ الشرطة. وبعد تجهيز المبلغ ومحاولة التواصل معهم لم تنجح، وقررنا إبلاغ الشرطة. واستدرج الأب قائلا لنا بلغنا الشرطة، نجحت الأجهزة في تحديد المتهمين وألقت القبض عليهم، لكن لم يعثر على مينا، حيث اعترف المتهمين بقيامهم بقتله وتقطيع جسده الأشلاء وألقاها في مناطق مختلفة، لم يعثر سوى على القدمين واليدين. ألقوا جثة ابني للكلاب عشان حفن الفلوس، أنا كنت أدفع عشان أرجع ابني، مش هسيب حقه لآخر يوم في عمري، وأشوفهم في حبل المشنقة. يا رب ارحم، يا رب ارحم كريانا يسون، كريانا يسون، يا رب ارحم كريانا يسون، كريانا يسون، ارحمنا يا الله، كريانا يسون، كريانا يسون، اسمعنا وارحمنا.